ما دي النقطه بقى يا كابتن امير الله حسطها في الهدفين النهارده. على فكره احيانا بنواجهها في المنتخب، بس مع كروش الفتره الاخيره خلاص بقى ما بتحصلش كتير. بس فكره طلوعنا من الكوره، بتكلم على لعيبه الكوره المصريه، طلوعنا من الكوره من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه في كثير من الاحيان بيبقى فيها اخطاء. يعني هدفين اللي جم النهارده في النادي الاهلي، الباكات طاروا، اللعيبه بتاعت النص دخلت لقدام، خطا في البنى، خطا في التمرير، فتعمل عليك هجمه بزياده عدديه. ده خطا كان متكرر النهارده حتى في الكورتين دول وكرات اخرى ما ترجموش لاهداف. بص يا كريم، انا شايف ان موضوع انك تلعب بثلاثه ورا دي بتخلي التركيز قليل جدا. يمكن لما تكون احمد، واعتقد احمد برضه هيشاركني في الراي، انك انت بتلعب باربعه، الاربعه دول بيبقى انت خلاص انت تركيزك كله انك انت ما فيش حد يغطيك، فانت تركيز بيبقى 100%. لكن طول ما انا النهارده عندي واحد حد زياده بريح شويه. وشفنا الجول الاولاني النهارده كلهم لاين واحد ما عدا ياسر ابراهيم كان هو الوحيد اللي كان مغطي الاوفسايد. فبالنسبه لي انك انت تطلع يعني تلعب بثلاثه التركيز بيبقى قليل شويه. تاني حاجه لازم المدرب او المدير الفني يلعب ازاي اطلع بالكوره من ورا بنظام وبسرعه. انت النهارده عندك في لعيبه مش في حالتها، وفي نفس الوقت اللعيبه دي هي اللي بتبدا تلعب من ورا وبتبتدي تنزل تستلم. النهارده مش فايقين. يعني انت سالت سؤال لاحمد على التكتيك ولا اللعيبه؟ لا، انا شايف ان النهارده اللعيبه في لعيبه كتير ما كانتش في حالتها، في لعيبه ما كانتش مركزه زي سواء يعني شايف ان قفشه النهارده ما كانش في حالته. ان قفشه لو في حالته اعتقد انه بينقل المنتخب والنادي الاهلي في حته تانية خالص، لان هو اللعيب الوحيد اللي هو بينزل يستلم وعنده شخصيه وذكي، لعيب ذكي جدا. عندك النهارده طاهر في توتر شويه في الاستلام والتسلم، حتى شفناه برده في اللعب على الجول برده ما فيش تركيز. حسين لسه برده مش فايق. فكل دي عوامل بتخليك انك انت النهارده بيبقى الاداء يوصلك انك انت تخسر. وفي نفس الوقت انا ما لاحظتش الشراسه بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما لو انت النهارده بتلعب بشكل مش مركز او حاجه، في حاجه اسمها قلب، في شراسه، في شخصيه. ده بان في اخر خمس ست دقائق. انت بتتكلم في اخر خمس ست دقائق يا احمد، انت مضيع هاني، مضيع واحده انقذها الجول، واحده وليد سليمان في العارضه، وانت مطرود منك واحد، مطرود منك واحد كمان. وعندك في بينالتي لو كان بتاعت احمد عبد القادر، لو كانت حسب لانه بينالتي سليم 100% كنت هتفرق، الموضوع كان هيبقى 1-1 وتخش في الجيم. تاني حاجه الهدف اللي هو بتاع محمد شريف، يعني رحت وصلت في كره في العارضه لوليد سليمان في الجيم. ما دي اللي قلت عليها في الاول بعد محمد هاني. فانت وصلت برضو، لكن النهارده غياب التركيز وعدم الالتزام كمان التوفيق. النهارده كان في عدم توفيق غير طبيعي في اللقاء.